المشاهدة، يعني لا تتم إلا بوجود الجمهور في المسرح. تمام. طب أين عموم الجمهور؟ أين هذه العروض والإعلام؟ احنا دلوقتي فندم بقى في شراكة وفي اتفاق مع المتحدة، وان هم بييجوا ينقلوا العروض بتاعتنا دهيت بشكل عام، فكانت لسه الشراكة دي من اول السنة دي، فانا يعني متوقع ان هم هييجوا يصوروا العروض دهيت ويصوروا العروض المميزة دي ويعرضوها للجمهور المصري، زائد ان احنا للاعلام بشكل عام بندخل كل اللي يطلب مننا ان هو يخش يصور، بس في حدود طبعا المسموح به اللي هو حوالي ربع ساعة او 10 دقائق، بندخلهم يصوروا ويعملوا لقاءات مع الفنانين بتوعنا، ويعني والفنانين بتوعنا بقى ليهم اسم كبير في عالم الباليه والاستعراض بشكل عام. يعني هو نوع من إشاعة البهجة. طبعا طب فرق الرقص في الباليه على سبيل التحديد، فرقة الباليه التابعة للأوبرا، هل كلهم مصريين؟ الولاد كلهم مصريين الأولاد وممتازين، الأولاد كلهم مصريين، البنات في نسبة كبيرة أجانب، وأجانب مش من بلد واحدة، احنا عندنا من صربيا، عندنا من روسيا، عندنا من أوكرانيا، عندنا من اليابان، عندنا من اليونان، عندنا من البرازيل، من المكسيك. نسبة المصريات قد إيه؟ أعتقد تلت والتلتين، تلت مصريات. تلت مصريات والتلتين أجانب. طب سؤالي، يعني لماذا انصرف المصريون أو المصريات بشكل محدد عن الاشتراك في الفرق المالية؟ هو الموضوع ده مش من الآن، هو من منذ نشأة الأكاديمية والمعهد الباليه وفرقة الباليه، المصريين بشكل عام العروض دلوقتي بقت عروض كبيرة، يعني بقت عروض بتحتاج عدد كبير جدا من الراقصين والراقصات تحديدا، وطبعا زمان كان في مستوى كبير جدا، ومعهد الباليه يعني دايما بيخرج راقصين على مستوى عالي. ايوه، حضرتك احد الخريجين. انا احد الخريجين طبعا، وكل الراقصين الصبيان دول خريجين الاكاديميه، ايوه، والبنات المميزين من خريجين الاكاديميه. في ظروف حصلت خلال ال10 سنين اللي فاتت، ظروف كتيره متشابكه ومتشعبه، أهمها اهمها طبعا النواحي الماليه والنواحي التقاليد العامه او طب العادات المالية والتقاليد، بمعنى العائد العائد المالي قليل؟ مش قليل، بس في بدائل خارج الاوبرا بتدير دخل اكبر، يعني مثلا لو البنت بتدرس هنا بتشتغل هنا في فرقه الباليه وبتاخد اجر معين، لو راحت درست في اي نادي او اي استديو خاص للاطفال هتاخد قده 3 مرات او 4 مرات، فده بيبقى بالنسبه لهم طب انا ايه اللي يخليني اتعذب واعمل تدريبات كل يوم وهاخد اجر قليل بالنسبه للي باخده بره. يعني هذا فقط أم يعني لا، ممكن نسأل في بصراحة، التقاليد تمنع التقاليد مثلا، بالظبط كده، في بعض البنات أو التقاليد بمعنى أصح التقاليد الجديدة في مصر، في بعض لأنه البنات تقول لا انا مش عايزه باليه، لا انا كفايه اتعلمته لحد ال9 سنين بتوع المعهد ومش عايزه بعد كده هوت، وفي بنات اول ما بتتجوز بتسيب الباليه خالص، في كتير يعني اسباب كتير يعني. فانا يعني شخصيا بس دايما بصي حضرتك اللي موجودين في فرقه الباليه هتلاقيهم متميزين في كل حاجه، هتلاقيهم شاطرين جدا في الباليه، المصريات انا بتكلم عن أيوة. المصريات شاطرين جدا في الباليه، شاطرين جدا في دراستهم، حتى لما بيتجوزوا بيبقوا كويسين جدا في بيتهم، كل حاجه يعني انا بتكلم بقى ده بجد، تحيز بقى يا دكتور. مش تحيز والله بجد، انا كلهم اصحابي كلهم ولادي يعني وبناتي، بس انا بقول ان هم بجد كويسين جدا. طيب يعني لماذا لم تنجب الأوبرا الأصلية في مصر هذه يعني العديد من العاملين في المجال بقى الاستعراضي الفني، ولا أصحاب الأعمال الفنية تراجعوا عن الاستعانة يعني الأشكال الاستعراضية؟ لأن كنا بنشوف زمان أفلام استعراضية، مسرحيات استعراضية كتيرة، المسألة قلت جدا، ليه؟ المسألة إنتاجيا قالت دي مش بتاعتي، لكن اللي بيشتغلوا في مجال الاستعراض بشكل عام في أي مكان، في السينما، في المسرح، في التلفزيون، من دار الأوبرا، أي حد بيشتغل حضرتك في عمل استعراضي هتلاقي حضرتك عضو من أعضاء فرق الأوبرا،
سواء في الرقص او الموسيقى مم. بشكل عام. يعني هتيجي اي عمل اتعمل استعراضي هتلاقي الاساسيين فيه في الاستعراض من فرقه الباليه او مؤكد لأنها جهة بالظبط منتجة. بالظبط فرقه الباليه او فرقه الرقص الحديث او فرقه الفرسان، هتلاقي كل الموهوبين اللي بيشتغلوا في الموضوع دوت من فرقه من فرق الاوبرا، مش بس وحتى في الاعلانات كلهم ولادنا، لان هم اشطر ناس وافضل ناس موجودين في المجال دوت في مصر. طب هذا يؤكد نفس السؤال، يعني لماذا لا نراهم في أعمال فنية منتشرة؟ يعني كنا زمان زي ما بقول لحضرتك كان في أفلام استعراضية كاملة، كان في مسرحيات استعراضية كاملة. هذا الموضوع يعني الأفلام، ما فيش فيلم استعراضي حاليا. الافلام الاستعراضيه والمسرحيات الاستعراضيه بتحتاج تمويل كبير جدا وبتحتاج انتاج كبير جدا، ويمكن برضك دوت نتيجه لان طب تلك ليست عقبة، يعني بس يعني احنا أما كدار نصرف اوبرا، على حاجة زي دي ده شيء جيد احنا كدار اوبرا بنقدر، يعني مش مهمتنا ان احنا ننتج فيلم، مش طبعا. مهمتنا ان احنا اه ننتج مسرحيه، لكن حضرتك شوفي عندنا في الريبرتوار بتاعنا هتلاقي كل سنه فرقه الفرسان عندها عرض جديد، فرقة الباليه عندها عروض جديدة، فرقة الرقص الحديث عندها عرض جديد، عرض جديد يعني بتعمل من أول وجديد بديكوراته بملابسه بكل حاجة، زائد الريبرتوار بتاعها، زائد العروض القديمة بتاعتها اللي بتبقى موجودة في البرنامج. أما موضوع الإنتاج السينمائي أو الإنتاج المسرحي دي مش بتاعتنا إحنا خالص، إحنا نتمنى إن إحنا أنتم المصدر آه طبعا. بالظبط آه كده. إحنا بنشارك، أي حد بيجي يطلب مننا أي حد بنقول له تمام مفيش أي مشكلة. يعني خسارة لأنها الحياة يعني نوع من البهجة في الحياة. لكن في بعض العروض احنا بنعملها عروض استعراضيه، يعني في بعض الفرق عندنا بتعمل في بعض الحفلات بتاعت الموسيقى العربيه بنعمل عروض استعراضيه، زي لو حضرتك شفتي مهرجان الموسيقى العربيه الاخير كان الافتتاح استعراضي، كان بيتم تكريم روح الفنان الجميل علي اسماعيل أيوة. المرحوم علي اسماعيل، واتعمل كل تقريبا الاستعراضات اللي علي اسماعيل كتبها كتاليف موسيقي او توزيع موسيقي، عملنا كل الحاجات دي بشكل يعني مميز جدا، والناس في المسرح اثنوا على العرض جدا جدا، والعرض كان حاجه مبهجه جدا وحاجه مميزه جدا، لدرجه في بعض السفراء كانوا قاعدين جنبي قالوا لي احنا يعني نتمنى العرض ده تيجي عندنا في البلد بتاعتنا، لان كان عرض حلو جدا، كان شيء جميل كل طبعا. العرض طبعا من وطبعا باليه احنا الاوبرا. نتمنى انه هذا العرض الجميل يعرض على عموم المصريين في كل مكان، في ان شاء الله ان يعني شاء الله المحافظات كلها. إن شاء الله.